السلام عليكم، نحن تنسيقية ثورة شعب العراق. اليوم 9/1/2020، طبعا اليوم احنا الان في ساحة التحرير، انطلقت هذه التظاهرات اذا تشوفوها للمطالبة باطلاق سراح الناشط محمد فاضل الذي اختطف. والله بس خلي اشوف. السلام عليكم، العفو، شنو اليوم طلعتكم يعني على شنو تظاهرتكم اول مرة؟ اولا نعم الناشطين. نعم 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 خطاب الناشطين. نعم نوصل رسالة. نعم ما نعم نعم ما خطفتم من شعب. نعم نعم تصير. نعم فاحنا باقين، احنا نعم. باقين صوتا. نعم. نكمل المسيرة. نعم نحقق المطالب. نعم مع ارهاب الدولة. نعم نعم نحن لن نخضع، نحن شعب. نعم نعم يريد نعم. تحقيق المطالب. نعم. يريد تحقيق المصالح. نعم ما كان خطف. نعم. من ناشطين. نعم ومن متظاهرين. نعم. اولا يفنينا عن اكمال مسيرتنا التي خرجنا من اجلها. ممنون عندك، شكرا جزيلا. طبعا اذا تشوفون تظاهره كبيره وكل المتظاهرين مطلبهم الاول واخير هو اسقاط النظام وتحقيق الديمقراطيه في العراق وتشكيل حكومه الانقاذ الوطني. قد يكون البعض يخونه التعبير، بس هذا اللي هو حقيقه ما يجول في خطر المتظاهرين، وكلهم الان يوم طالعين من اجل اطلاق سراح الناشط الذي اختطف الصور من محافظه العفو لا سهيل، بس خلينا نشوفه. من يا محافظه؟ من يا محافظه؟ من يا محافظه هذا الناشط؟ بغداد. التي اختطفها من محافظه بغداد. طبعا كلها شباب وكلها اللي طالعه بهذه التظاهره. تنسيقيه ثورة شعب العراق.